اليوم رح أحكي لكم عن إضاءة الـ LED هاي باي من VMAX. هي إضاءة كبيرة بتتعلق في السقف، مناسبة للمصانع، المخازن والمتاجر الواسعة. متوفرة بثلاث قوى مختلفة، 100 واط والـ 150 واط والـ 240 واط، على حسب الارتفاع وسعة انتشار الضوء المطلوبة. الارتفاع من 10 إلى 15 قدم ننصحك بالـ 100 واط، الارتفاع من 14 إلى 18 قدم ننصحك بالـ 150 واط، وللارتفاع 21 قدم وأكثر ننصحك بالـ 240 واط. طيب شو اللي بيميز الـ LED هاي باي من VMAX عن غيرها من الإضاءات؟ إنها ثابتة وقوتها عالية وشديدة السطوع لكن بدون أي توهج مزعج، وجودة العدسة بتساوي 10 أضعاف العدسة العادية، مقاومة للمياه، الغبار والحشرات، وفيها طارد للحرارة، مصنوعة من الألمنيوم القوي. هالشي بيخليها مناسبة لتعدد الاستعمالات وكمان لبيئة العمل الصعبة. عمرها الافتراضي طويل مع ضمان لعدة سنوات، ولو حتختاروا إضاءة الهاي باي من VMAX عن الإضاءة التقليدية راح توفروا 60% من تكلفة الكهرباء. شو بتستنوا؟ زورونا اليوم في VMAX عشان تتعرفوا على تشكيلتنا الواسعة من الإضاءات.